كل عشرك وانت بتاكلك. بالعواف يام سكينة. انت فين يا حبيبتي؟ ازيك يا سكينة؟ ولا كنا هنطمن عليك النهارده؟ تو ما افتكرت. لا فيك الخير. اقعدي اقعدي كل يا سكينة. رايا فين يام؟ فوق اقعدي. لا انا طالعه لها ونازله لكم. انا ليا معاكم انتوا كمان حساب. حساب ايه؟ قوم اتعصب الله ولا حسابات. اصبر على رزقك يا واد، مش يمكن تشوفنا بقرشين؟ هتشوفنا بقرشين ازاي يا امه وهي بعيده عننا؟ لا هنقول منها ابيض ولا اسود. طب ادفع ادفع، ده هي السد نفسك. ما تقلقيش يا امه، اول ما نشوف بيع للقسط هنغنغت. يا مرحب يا سكينه، اتر البيت فج نوره بتاع يختي في حضنك. يا دي النور يا دي النور. منور باللي فيه يا معلمه. اخص عليك يا بت كده، تروحي تقولي عدولي. طب اسالي عليا انا برضو اللي نسال يا ريا. طب قولي نطمنوا على اختي اللي عايشه وحدانيه، ولا انتوا لما لقيتوني حته لحمه كل واحد هبر له هبره وبعد كده رميتوني في الشارع لكلاب السكك؟ فشر يا اختي، ده احنا نحطك في عينينا ونتكحل عليك. بقيتي بياعت كلام يا ريا، نسيتوا اللي عملتوه فيا يا دون؟ يا اختي ما هو انتي اللي حمائيه وروحك في مناخيرك، قلنا نريحوك. ما هو ده اللي كان بيجري عليه الند لجوزك. الله يسامحك. اللي هو فين؟ المعلم الكبير اللي عايش على قفا النسوان. الله يسامحك. ليه هو مش عايش على قفا النسوان؟ الله يسامحك. هو انت يا اختي من ساعه ما مشيتي حد دسلك على طرف؟ ما تسيب الراجل في حاله بقى. قولي بعد ما خرجني من مولد بلا حمص. يا غلبي، ما انت اللي اخترتي يا سكينه. طب تعالي تعالي بس نقعدوا شويه جوه. تعالي. هو مين جوه؟ دول زبونين قاعدين مع نعيمه وعديل. عديل اخت نبيها؟ طب وجوزها؟ اسكتي، مش مات هو راخر؟ كان راح يطبل في فرح وتعشى كسكسي بعيد عنك. مصاريفي بقت تتفتك، اتنقل على الاسبيتاليا مع المعازيم. المعازيم خرجوا قليل البخت، هو اللي طب ساكت. تعالي 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 اقعدي نفرفشوا جوه. تعالي تعالي انت حبيبتي يا سكين. تعالي يا صباح الفل عليك. يا صباح النور على الورد وعلى البنور. يا احلى صباح على احلى الملاح. ازيك يا عديلة؟ عاش من شافك يا اختي. تحت النظر يا حبيبتي. ما تصبي كاس لضيفتنا عديلة. من عينيا. حيلك حيلك يا الدلعات، دي مش ضيفة، دي صاحبة البيت، دي سكينة اختي معلمة قد الدنيا. يا الف مرحبا. ما تتفضلي جنبي هنا يا ست الكل. اتنيل على عين. ايه ده، وانا ماليش نصيب في القعدة دي ولا ايه؟ ازاي بقى يا معلمة؟ ده انتي الخير والبركة. هي القعدة تحلى من غيرك يا قبلتي؟ جرعي يا عديلة، انتي سايبة الجدعان قاعدين متشحتفين كده ليه؟ ما تقوم يا اختي توريهم الرقص. كان على عيني بس مفيش قلقتي. ايوه بيتي يا نعيم، قوم يا بيت هاتي الطبلة من عند ام حافظ بسرعة يا بيت، وسكينة هتدق انت. لا يا اختي انا مزاجي مش رايق، صبولي كاس. هو احنا هنفضلوا كده على طول من كاس لكاس؟ الدماغ الصاحية دي نعمة، وصنوها لا تنسحب مني. بنقول لك يا راي. ايوه يا اختي. انا محتاجه فلوس. ان شاء الله عدم بديعه، لو كنت احتكم على ريحتها. سكينه ازيك؟
مين؟ المعلم حسب الله. وايه اللي حدفك علينا الساعه دي؟ انا جايه ناخد بقيه حقي. هو انت ما بتشبعيش من قله هات؟ وبعدين انت مش راجلك بعت لك فلوس ياما تكفيك 10 سنين؟ مين اللي طرش في ودنك الكلمتين دول؟ اللي جوزك بعت معاه الحاجه. ايوه صحيح يا بنت، نسيت اقول لك، في جدع سال عليكي من كام يوم وقال انه جاي من طرف جوزك. ايوه، وقال انه بعت معاه حسبه 10 جنيه. يعني لو وصلنا ابيض ولا اسود؟ ولا انت يا اخويا بتقول كده عشان ما نقولكش هات؟ لا يا حبيبي، اي ما بنشحتش منك، انا جايه ناخد حقي. وطي حسك يا حبيبتي، الزبائن يقولوا ايه؟ يقولوا عليكوا دون قلالات القصد، بتاكلوا حقوق الناس. يا فتاح يا عليم، اللي قاعدين يكفيكوا شر الجايين. ايوه يا اخويا، خدوهم بالصوت. بقول لك ايه يا سكينه، انا ما بحبش العكننه، انا بقوم من نوم الصبح روحي في مناخيري وبقول يا شر الشر. ايوه عليكم، هو انتوا كل ما اشوفوا بعض كده تقعدوا تتنقروا؟ ده وانا اللي فوق روس بعض. تعالي يا اختي، تعالي يا حبيبتي، انزل عند امك. يعني خلاص لهفتوا حقي؟ يعني زي ما جيت زي ما رحت؟ سكينه، دوري على اتخن حيطه واخبطي راسك فيه. ما تتلم بقى. الله، اقبلهم على عفيتك يا حسب الله، بس انا بنقول لك اهو بكره تحتاجنا. راح فين يا سكين؟ خد يا بنت. ليه كده؟ ليه كده؟ هجيب لها منين؟ لو انت بتجيب حاجه ما تتلم بقى. يا حضره المأمور، انا عاوزه نقابل حضره المأمور، الراجل الجدع اللي نجاني من ولاد الابلسه اللي كانوا عايزين يتهموني زور اني بنمشي في السر. ما صدقهمش، ما سمعش كلامهم، خلاهم يتبطوا قفاهم يا عمر عيش. عارف انني ست شريفه وسمعتي انضف من الصيني. يلا يا وليه من هنا، بلاش دوشه. انا مش هنتحرك من هنا غير لما نقابل حضره المأمور. يا حضره المأمور، لازم نقوله، لازم يعرف مين هم بقى اللي بيمشوا في السر وزرعوا الخبزه وسط بيوت الاحرار. يا بشاره بيه، يا حضره المأمور، اوعى يا راجل انت ما تحشنيش. يا حضره المأمور، لازم نقوله. يلا يا وليه من هنا، بلاش دوشه. ايه الهوسه اللي بره دي؟ واحده من اللي سكرانه واقفه قصاد الكراكون عاوزه تقابل جنابك. تقابلني؟ ما قالتش ليه؟ عماله تزعق وتقول عاوزه تقول لجنابك مين اللي زرع خبيزه. طب خليهم يجيبوها. اني لازم نخش للمأمور. ايوه، الراجل الجدع لازم يعرف كل حاجه. يلا يا وليه، انت حضره مأمور عايزك. الله يسترك يا اخويا. تمام يا فندم. طب روح انت. جيتينا قبل كده؟ دي الحرمه سكينه بنت همام، خدناها قبل كده مخمره. ايه الدوشه اللي انت عاملاها بره دي؟ انا كنت عاوزه نخش لحضرتك والعسكر منعوني. انت عاوزه ايه؟ جميل حضرتك على راسي من فوق، من ساعه ما طلعتني براءه وكدت العواز، قلت نيجوا لجنابك ونقولوا لك على اللي بيمشوا في السر واللي زرعوا الخبزه لحد ما اشتكت منهم بيوت الاحرار. انت شاربه حاجه؟ اني ابدا يا سعاده البيه، وحياة سيدي عمان، أنا ما شربتش غير كاس واحد بس. وإيه بقى اللي عاوزة تقوليه؟ أنا عاوزة نقول على كل حاجة، عاوزة نفتشوا السر، عاوزة نقول لجنابك عن الناس البطالين اللي زرعوا الخبزة وسط بيوت الأحرار. لا تتكلمي دغري يا حرمة، في ناس محددين. أيوة يا بيه، وأنا سايباهم دلوقتي وهم شغالين، واللي بيحميهم واحد فتوة ما نعرفش جابوه منين، وبيقاسمهم الغلة كل يوم. مين الناس دول؟ وفين؟ علي علي، كم سمعان وبوسه معان، امسك حولك. بوليس، كبسه، حكومه، خبي دالك يا عصفور، خبي دالك يا عصفور. Yeah.
مرحبا اوعى هنمشي براشي انتوا البيت ده متأجر باسم مين يا ريه؟ باسم جوزي يا سعادة البيت. اسمه ايه جوزك؟ اسمه حسب الله يا سعادة البيت. حسب الله ايه؟ حسب الله سعيد مرعى يا سعادة البيت. انتوا قبضتوا على حسب الله ده؟ في تلات رجالة بره. جوزي مش فيهم يا سعادة البيت. ما تتكلميش الا لما تتسألي. اما تسألي يا سعادة البيت. هو مش مقيم معاك في نفس البيت؟ ايوه يا سعادة البيت. امال هو فين؟ ما نعرفش يا بيه. واضح انه ما كانش موجود ساعه الكبسه جنابك. والجدع الفتاوى اللي بيحميهم فين؟ اسمه ايه الفتاوى اللي شغال معاكم يا ريه؟ شغال معانا في ايه يا بيه؟ انت هتستعبطي؟ مش عارفه شغال معاكم في ايه؟ احنا ما بنشتغلش في حاجه يا بيه. الجماعه اللي انتوا شفتوهم عندنا دول حبايبنا قاعدين بنتونس مع بعضينا. والخمره اللي كنتوا بتشربوها ولا نعرفوا راحتنا يا سعادة البيه. سعادتك اما دخلت عندنا شفت حد بيشربها؟ انتوا ما ظبطتوهمش متلبسين؟ عيب يا بيه احنا ناس اشراف يا بيه. واضح ان في حد بلغهم فضلوا استخبوا فوق السطح. كانوا بيعملوا ايه بقى فوق السطح يا ريا؟ كانوا بيتشمسوا يا بيه. بيتشمسوا كده؟ طب خليهم يدوروا لي على جوزها ده ويجيبوه لي من تحت الارض. جوزي ما عملش حاجه يا بيه. اخراسي وبعدين اهرابي هنفضل مستخبيين كده على طول؟ نستخبى ليه يا جدع؟ احنا عملنا ايه عشان نستخبى؟ وبعدين انت كنت موجود. كل اللي كان بيجرى جوه ده ولا لك علم بيه لانه كان بيتم من ورا ظهرك. ينصر دينك اهو انت دلوقتي فطمتني على حاجه ما كانتش في بالي خالص. ايوه صحيح كل اللي كان بيجرى ده بيجرى من ورا ظهرك. شوف احنا نقوم دلوقت نقعد قدام البيت ولا كأننا نعرف ايوه حاجة. لو جه البوليس خدك اوعى تقول ان في صلة بيني وبين البيت. احنا اصحاب جدعانة ملناش اي دعوة بالخبيزة. ها وطلع تقول لهم حاجة اللي كانوا عندنا دول حبايبنا وقاعدين كنا بنتونس ببعضينا. احنا ناس اشراف ملناش دعوة بالمسخرة والخبص. اوعى تغلط. نروح ما نشعر بالخبيزة ولا نعرفها ولا بنزرعها من أصله. اوعى تغلط. انت بتشتغل ايه؟ شيال. فين؟ حسب التسهيل يا بيه. سواء في المينا وسواء على العربية مع واحد عرباجي. مين آخر عرباجي اشتغلت معاه؟ المعلم عرابي حسام في توة الحي. انت ما بتديرش بيتك في أعمال منافية للأدب؟ مش فاهم يا بيه. الخبص يعني؟ الخبص يعني ما بتزرعش الخبيزة؟ خبيزة يا بيه احنا ناس اشراف بناكل لقمتنا بعرق جبيننا. انا بوكل عيالي بالحلال. وبعدين انا ما بحبش الخبيزة اقوم ازرعها. طب تقدر تقول لنا ايه بقى سبب وجود الرجالة والنسوان اللي مسكناهم عندك في البيت؟ ماني ما كنتش موجود يا بيه لما جيت واحضر. وبعدين لما مؤاخذه انا راجل حر وشريف ما اسمحش باي مسخره في بيتي. طب تقدر تقول لنا ايه بقى ايه سبب ان مراتك خبت النسوان والرجاله فوق السطح؟ ما هوني ما كنتش موجود يا بيه كنت في شغلي. افهم من كده ان مراتك اللي مشغله البيت من ورا ظهرك في اعمال منافيه للاداب. الله اعلم. انا يا بيه اصل بخرج من النجمه ارجع بعد الليل ما يمسي. يعني هي اللي مشغله البيت من ورا ظهرك؟ يمكن. بس يمكن بس ازاي يا بيه؟ بقول لحضرتك احنا ناس اشراف. وبعدين لما مؤاخذه مراتي هتزرع خبيزه في البيت اللي هي عايشه فيه هي وامها واخوها. تقبضتوا على اخوها؟ احنا ما لناش غير مسكناهم بره جنابك. يظهر وما كانش موجود. انت مصر على اقوالك دي حسب الله؟ ما انا يا بيه ما عنديش لا مؤاخذه كلام تاني عشان اقوله. كنت جبت لنا ربع يا بنت ندلع بيه نفسينا. وانت هتفضل قاعد كده يا عبد العال؟ مش هترجع الشغل يا اخويا؟ داني القرشين اللي كانوا معايا خلصوا.
مين اللي بيخبط بالشكل ده؟ اتخانقتي مع حد النهارده؟ ابدا، ده انا حتى ما رحتش غير عند اختي راي. ما رحتيش حته تانيه؟ اها، ما انا قلت لك اني رحت الكراكون. كراكون؟ كراكون ليه بس؟ اكيد جايين عشان كده. ما انا قلت لك مش عايزين وجع القلب يا سكينه. يعني عاجبك اللي عملوه فيا؟ طب استني ما نفتح نشوفه مين. عواف، شفتي اللي حصل لنا يا سكينه؟ اللي حصل يا اختي؟ بعد عنك، مش البوليس يا اختي كبس علينا وخدنا كلنا على الكراكون؟ ازاي الكلام ده؟ ما هو ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجه. هيا حصل الله، بس المثل بيقول امشي عدل احترع توك فيه. يعني ايه يا عبان؟ يعني حسب الله ابعد عن الشر وغنيه. واحنا كنا غلطنا في ايه؟ ما انت جيت عندنا البيت مره واثنين وثلاثة، كنت شفت ايه اللي بيحصل يعني غلط؟ واحنا لما اخذ بتوع خبص حسب الله ما منوش راجع يا اخويا الكلام ده. شوفي بقى يا ريا، انتوا اكيد حد عمل فيكم ملعوب. حد وزع عليكم يا اختي. إله يشله ويقطع خلفه ويطول عمره البعيد. معلش يا اختي، احنا هنتقلوا عليك اليومين دول لغايه لما نلاقوا لنا مطرح. بيتك ومطرحك، ده احنا اخوات والدم ما يبقاش ميه. يلا بنا ننقلوا حاجه ننموا عليها يا حصبال. احنا يا اختي هنقسموا الاوضه اتنين، النص اللي جوه ده ليكوا واحنا هنرستقوا نفسنا في اللي بره. سلام ورحمة الله وبركاته. مبروك، قالوا لي انكم براء. بس المأمور باين عليه مش هيسيبنا. معنى ايه الكلام ده؟ قال المرة الجاية مش هنعتقوكم. وانت ناوي على ايه؟ هنعزله نشوفوا لنا مطرح تاني. والشغل؟ هنكن شوية لغاية ما الامور تهدى يعني. ناويين تسكنوا فين بقى؟ هنقعدوا عند سكينة شوية لغاية ما نلاقي مطرح. تبقى عملته طيب. انا كمان بنفكر نسافر نشتغل في السلطة. لو انت ناوية تفتحي بيوت للسكر والحشيش تاني، ايه ما كفاكيش اللي حصل؟ معلش، ما حدش بيتعلم بالساهل، والشاطر اللي يقف يتعلم عشان ما يقعش تاني. ما هو طول ما سبع البرومبة بتاعك رامي بلاء عليكي وقعد لك زي العمل الراضي، مش هينوبك غير اللي نابك. ده وجوده زي عدمه، قطيعة، عامل زي ازازة الخل، لا بيهش ولا بيهش. وكرشه المفتوح وهاتي. يعني انت تشقي وتتعبي وهو في الاخر ياخد شقاك يصرفه على مزاجه؟ لحد امتى يا ريا؟ يبقى يقابلني لو طال مني ملي محمر. ده كلام يا اختي بنسمعه. ما هو انت اللي ولفتيه على كده. وقال ايه؟ عمل لي معلم وكلمه كلمته. من هنا ورايح اني المعلمه. إذا مش عاجبه يروح مطرح ما جه. خلينا في المهم، تشتغلي معايا يا بت. بس فين النسوان اللي هيفرفشوا القعدة؟ أني هنجيبهم. أمال البت الرومة اللي كانت بتسحب لك راحت فين؟ سيبك منها، دي مرة قليلة الأصل. أول ما الولية قمر العايقة بعتت لها جرت عليها على طول. الولية بنت الحرام، عارفة إنها بتشتغل معانا وسحبتها برضه. طب وهنعمل ايه؟ ما تحمليش هم، انا بقيت سحابه ما جابتهاش ولاده.